بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا مراجعه ليله الامتحان اللغه الفرنسيه للصف السادس الابتدائي. السؤال الاول معايا كومبليت، كومبليت يعني اكمل. هجيب لي مجموعه كلمات محذوف منها بعض الحروف، مفروض اكمل الكلمات دي. معانا اول كلمه ماتريس، ماتريس يعني معلمه، معلمه اطفال. اوتروش نعامه، اوتروش نعامه. بانتالون، بانتالون. سانكونت رقم 50، سانكونت سانكونت. طيب نشوف مع بعض السؤال التاني. السؤال التاني شوزي معايا مجموعة جمل كده، محتاجة اختار الاجابة الصحيحة ليها. تعالوا نتعرف على حل السؤال ده. اول جملة معايا لا بوش، لا بوش الفم. تاني جملة كومبيان دو كرايون، كم عدد الاقلام الرصاص. تالت جملة كومون تو تابل، ما اسمك. رابع جملة سيلامين، سيلامين. الجملة الخامسة ستان كارتاب، ستان كارتاب. السؤال، السؤال الثالث معايا ميل مو ان اوردر، ميل مو ان اوردر يعني رتب. جايب لي مجموعة جمل متلخبطة ومطلوب ان انا اعمل اعادة ترتيب للجمل دي بطريقة صحيحة. تعال نشوف مع بعض اول جملة. اول جملة سوسون دي بول. تاني جملة كاتروفان بانان. تالت جملة ستان شوفال. رابع جملة ستون في. جملة الأخيرة جومابيل أحمد. طيب معايا آخر سؤال رومبليس دي بوين بار مون وما ومي، استبدل نقاط بليز ادجكتيف بوسيسيف اللي هما صفات الملكية مون وما ومي. تعالى مع بعض نشوف اول جملة سي مامير. الجملة التانية سي مون جرون بير. الجملة التالتة سو سون مي بيست. الجملة الرابعة سي مون ني. واخر جملة معايا سي مون بيرو.